الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوماً لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر الرؤوف الرحيم. الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وسلم، خصوصًا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى غير الأحباب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى أكمل الحياء والإيمان أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين أمير المؤمنين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى أميه الشريفين بين الناس حمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى عالم.